بسم الله الرحمن الرحيم، شني هداك في قبابك. اليوم نهضروا على اعتقال نعيمة البدوية، وكذلك حميد المهداوي وتحفة وشحتان شوف تي في ودنيا باطمة. اللي كلشي تيقول لك زروالي علاش ما هضرتيش على الموضوع ديال دنيا باطمة؟ لا ما كانش عندك واحد البصمة ديال الوالدين لا حياة لك، والله ما غادي تشوف الضوء الجميل في الحياة. تنصحك بغيتي تكون قوي، بغيتي تكون ناجح في الحياة الزوجية ديالك، في الحياة العمل ديالك، في الشخصية ديالك، مع الأصدقاء ديالك، مع الله، هو عليك برضا الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحية لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. أي واحد يحب الإسلام ويحب القرآن الكريم ويحترم جميع الديانات يعطينا لي لايك، وما تنساوش التعاليق ديالكم إخواتي المسلمين والمسلمات. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا لا غيرة له. فهذا الدين ديالنا خصنا نموتوا عليه وخصنا نغيروا عليه، وهذا قرآن اللي هو قرآن الشريف الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نهضروا على اعتقال نعيمة البدوية، وكذلك حميد المهداوي وتحفة وشحتان شوف تي في ودنيا باطمة. اللي كلشي تيقول لك زروالي علاش ما هضرتيش على الموضوع ديال دنيا باطمة، وعلاش 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 واعتقال ديالها. اخوتي المغاربة، كما شفتوا البارح ديك نعيمة البدوية خرجت بواحد الفيديو تحرف القرآن الكريم وتستهزئ بالقرآن الكريم. اللي غادي نوريكم الفيديو ونقول لكم كل شيء بالتالي. اليوم جيت نجبد الموضوع ديال حميد المهداوي وكذلك المسمى محمد تحفة. تقدر تكومونتي او تعلق وانت ما تفرجيش الفيديو كامل، خصك تفرج الفيديو من الاول حتى النهايه، وغادي تفهم كل شيء. شكون اللي تيضحك على الشعب المغربي؟ وهذه رساله لسيدنا الله ينصره ويطول في عمره، والسيد داكي، والمسؤولين الشرفاء في القضاء والحموشي، وكذلك السيد النبوي. حنا غيورين على هذا الوطن، شاء من شاء وحب من احب. التاريخ تيشهد الزروالي ومتابعين الزروالي بانه حنا تنبغيو مالك ديالنا، سبينا عليه، تقاتلنا عليه، دوزنا حبس، بقينا ملكيين، ما خلو ما قالوا علينا فرنسا بوريزار والرايات. الله الوطن الملك، ولكن دائما لا نريد جزاء ولا شكر، هذا واجب علينا. خصنا نكونوا دائما تنقولوا الحق، لما تنقولوا الحق الله سبحانه وتعالى تيحبنا والله تيبغينا، لانه هو ينصر الحق، وقسم سينصر الحق ولو بعد حين. علاش حنا مغاربه ملي تنشوفو شي واحد طالع خصنا نطيحو؟ هذا السؤال ما تنقولوش انا، تيقولوا المجتمع المغربي كامل. علاش حنا مغاربه ما تنبغيوش الخير بعضياتنا؟ علاش حنا مغاربه ملي تنشوفو شي ناس ناجحين في الحياه ديالهم لابد انه نطيحوهم ونوسخو لهم الصوره ديالهم؟ اليوم تنهضروا على خويا حميد المهداوي وعلى الحجار تحفة. خصكم تعرفوا المغاربه بعد ما عامين هو في الحرب مع يوسف الزروالي انتقل الى حميد المهداوي حاليا. علاش؟ خصكم تعرفوا انه تحفة ما تيجيش يهضر في شي واحد في سبيل الله او حبا للوطن، لانه لا وطن له او شي حاجه. خصكم تعرفوا الاسد ديولي تيشد فلوس ويحارب شخص. انا لما كنت في اوروبا نشيط في الدفاع على الوحده الترابيه وندير وقفه فيها 2500 2000 نجمعو مهبلهم، شد عليا فلوس ما درت له والو. الزروالي نصاب، الزروالي شفار، الزروالي نديوه للحبس، الزروالي ديرو
حتى في اللايف ديالو طلع قال لهم خصنا نديروا الحشيش للزراوي اللي في الطوموبيل ونديوه للحبس. هذا قال على المباشر. صوروا اخوتي العزاز، هز مقطع اوديو انا صيفطته لواحد البنت بحال اختي، تنقول لها ياك اختي انا عزيزه عليا وتنبغيك بحال اختي وبغيت نجوجك على يدي اختي لشي ود الناس، ياك اختي وتنموت عليك بحال اختي، حيد هذيك اختي 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 وحطها كانني تنتحرش عليها. وناض عليه الراي العام كامل شوه وما قدرش يعتذر، شد محضر ديال باش تحكمت بالبراءه وزوروا بانهم تحكمت بالنصب. علاش يحاربني هكاك؟ لما تيدير تحفه لايف ونشوفو اكبر مدعم البوليزاريو في مونت لا جولي في فرنسا تيعطيه 200 اورو ديال السوبر شاط، فعلامه الاستفهام. هاد المسؤولين خصهم يفهموا. حتى القضاء المغربي قال عليه بانه تعطي الاحكام فوق النساء، وقال على سيد الوكيل المحترم مدينه فاس في مراكش انه يغتصب بنات قاصرات وتشطحوا له في الكباريات. هكا باقي هادشي مسجل، ليس انا هو، والسيد داكي ما خلى ما قال فيه. وقال اي واحد يقول معاش الملك فهو حمار. وقال على النساء العسكر جنود العسكر الشرفاء اللي دافعوا الوحده الترابيه تفلت وخميسات، اللي مسكن حاضن الوحده الترابيه في الصحراء النساء ديالهم عاهرات. وقال على الكاتبات بمراكش عاهرات، وقال على المغربيات عاهرات، وقال على السي الحموشي مفترس ويحيد له السروال. حتى الاستاذ الكبير المحامي بوعشرين تحت التراب ومرحموش، تنمر عليه. الوحيد اللي تنشوفو تيقول للمحاميين سيروا نحيد امك السروال. الوحيد اللي تنشوف تيقول لهم ويلي شي وكيل العام يمشي يحرك شيكيتي او وكيل الملك نفضح امك، تيقول لهم تحداكم. هاد السيد طغى بزاف، ولكن حاربتو عامين وانا تنحارب انا وياه، ما خلى ما قال فيا، صبرت لانه باش نبين الحقيقه ديالو. هاد السيد خبيث، انا راه ما سرق ليا داري، ما دي ليا فلوسي، ما عندي معاه حتى شي عداوه. العداوه اللي بيني وبين هاد السيد هو تيوسخ صوره ديال المؤسسات وصوره ديال الوطن والمراه المغربيه والبلاد ديالنا، لانه المجتمع المغربي او المواقع راه هو اللي مارج المغرب. لما ينوض اجانب ويسمعوا بان واحد يقول لك القضاء المغربي تيعطي الاحكام فوق النساء، حاشا، او يقول لك نساء القضاء كلهم عاهرات، حاشا ولله، تنوضوا حنا تنقول له انت كذاب. القضاء المغربي قضاء نازه، وفي ما مشيتي كاين الفساد، وكون كان الدنيا كلها زوينه غادي يدير الله الجنه. لماذا الله خلق الجنه والنار؟ باش الخبيث يمشي للنار و الصالح يمشي للجنة. لماذا قال الله السبعة التي يضلهم الله يوم لا ضل إلا ضله عادل يحكم بالحق؟ علاش الله جبد قاضي بأنه سيضل الله يوم لا ضل إلا ضله؟ حيت قالوا لا حكمتي بالحق. عرفتي شنو هي يوم لا ضل إلا ضله؟ راه تكون تتفرج غير في كرة غير ساعتين المقالة وتدوخك الشمس في يوم القيامة، غادي نوقفو امام الشمس بيناتنا لا شيء. هاد السيد طغى بزاف ومشى الان للاخ المهداوي وانه يحاربه. انا كل تضامن مع خويا حميد المهداوي، لانه هاد السيد حد الان ما شتش منه شي حقد لابناء الشعب. هاد السيد ما عمرو شد شي مرأة مغربية ودار عليها سلسلة كما درتي على دنيا باطمة. هاد السيد عمرو ما قال الزروالي الصعب. هاد السيد ما عمرو حارب شي ولد الشعب، ما عمرو حارب شي واحد ولا كان حاقد على شي واحد، بالعكس بعض المرات تنشوفوه يدافع على أبناء الشعب اللي يقدر هو يطيح في مشكل وتطرح مواضيع ديالو. المداوي كنت نختلف معاه في 2017، صحيح
ما نكونش منافق، انا كنت نختلف معه، الافكار اللي كانت عنده، الكلام اللي قال، هو قال كلام عفى الله مثلا، انسان منين تيعرف الاخطاء ديالو تيعتذر، ما بقاش نجبدوا له الماضي، حنا ولاد اليوم، وكلنا خطائين والخير خير وخطائين التوابين. ولكن الاخ مهدوي خرج من السجن وكانت عنده مرته ووليداته الله يخليهم له، وانه طور راسه، حيت المهدوي عنده بطاقة مغربية وخونا مغربي، شاء من شاء وحب من احب، طور راسه ما شاء الله، غادي في القناة ديالو زوين، تيربح فلوس الله يسهل عليه. علاش غادي نحاربو؟ بالعكس خصني نمدلو المساعدة. اخ المهدوي انسان اللي هو تتشوف وجهه ليس حقود على الوطن، اباني الحقودين ماشي حقود، باين من الكلام ماشي حقد على الملكيه، ما باين انت تحفه حقود وتتشد فلوس زباب الفلوس من الناس الاعداء الوطن باش يضربوا في هذا الترابيه. وخير دليل المكالمه اللي تسربت لك بينك وبين حاجيب اللي في المانيا، كيفاش استهزأ بالملك البلاد، وكيفاش استهزأ بالمراه المغربيه، وكيفاش تهضر وانت تتكركر وحقد علينا، انت ليس منا وما عمرك غادي تكون منا، انت شديتي دنيا بطمه من 2019 وانت تتشرشم فيها بدون شفقه ولا رحمه ولا موده، كانه السيده سرقت مال الدنيا حامله وما رحمتيهاش، مريضه وما رحمتيهاش، اختها في الحبس وما رحمتيهاش، وتقول لهم انا تنعطي الاحكام عليك، انت تقول تعطي الاحكام كل واحد شحال، شكون انت؟ خص الدوله تكرم الناس اللي وقفوا هاد السيد على حده، عامين وحنا معاه في الحرب باش وضحنا الصوره ديالو شكون هو، راه اللي تيكون تدافع على الشعب وابناء الشعب راه تنجموه، اللي تدافع على ابناء الشعب ما تيساليش ويمشي للكبار يشرب، حيت تيكون هو قدوه، والمناضل تكون قدوة في أخلاقه وفي أدابه وفي احترامته وحتى أسرته. واش من تطلع أنت وتتقول لهم أنا كابر في حجر قوادة عليك، أنت 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 تحفة تقولك أنت كبرتي في حجر قوادة، أمك وما رحمتيهاش، وتبقى تقول لهم أنا عاهرة، شي هاديك عاهرة، شي هاديك فاعلة، شكون عطاك الحق؟ هذا هو اللي تنوصل المغاربة، خصكم تضامنوا مع المهدوي، لأنه هو الآن عليه مؤامرة، شو ما بقاش تحفة تجبد الزروالي، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ إذا تنقل، حيت أنا مرقة ما يدي مني، أنا هو الشخصية القوية، هضرت تشبع، أنا ما تيهمنيش كلام الناس، أنا تنهمني، ولكن أنا جامي غادي نطلقك، حتى يكون مصيرك السجن. لانه كاين الناس في الحبس تشدوا باهانه منظمه او اهانه قاضي او وكيل، ولكن انت راه ما خليتي ما قلتي للقضاة ومازال ما تشديتيش، القانون خصو يطبق على كل شيء، ونحن في دولة الحق والقانون تحت صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره ويطول لنا في عمره. وخصكم تعرفوا المغاربة كاملين او الاجانب، حنا راه ماشي تنتحسرفوا للملك ديالنا سيدنا، ولا راه سيدنا بصح، هذاك راه بانا، والمغاربه كاملين تيحماقوا عليه، وهادي تيشهدوا بها العالم بانه الملك عنده شعبه تيبغيه. شوفوا حنا راه ما تيهمناش الفقر، وما تيهمناش نعيشوا في برارك، وما تيهمناش انه نخدموا 14 ساعه 15 ساعه، وما تيهمناش ندوا والدينا للسبيطار وانه ينعسوا في الارض، تيهمناش، حنا تيهمنا هو الوطن ديالنا يبقى في امن وفي امان.
هادشي كامل اللي قلتو عليه اللي قلت كله غادي تصلح وكل شيء يتقال. ولكن دبتيني شوف المغرب كي كان وكي ولا دابا غير وحيده وحيده. وما تنساش اللي تتفرج فيها بان المغرب راه ماشي في اوروبا الشريف، المغرب راه دوله افريقيه. دائما فكر بان المغرب دوله افريقيه وشوفوا جيراننا وشوفوا الافارقه تعيشوا مع تعيشوا الجوع والفقر والحقره والظلم. راه باقي انت تدخل عند وكيل العام وكيل الملك وتدخل عند والي وتدخل عند قاضي وتتهضر وانه لما عطاكش حقك تدير به شكايه وكاين مكاتب اللي مفتوحين. اليس المغرب دوله الحريه؟ اليس المغرب دوله الديمقراطيه ودوله الحق والقانون؟ واش حنا ما تنشوفوش ان وكلاء تيمشيو للحبس ورؤوس كبار تيمشيو للحبس؟ قولوا في الدوله جيراننا واش شي واحد يمشي للحبس فيهم؟ افتخروا بملككم وافتخروا بارضكم، ما تبقاش تسمعوا بحال التحفه، هذا التحفه المخلص تنقولوا حنا المرتزق الفاشل. حميد المداوي انا ما عمرني هضرت معك باش نكون صريح، ولكن ما نبغيش اخويا العزيز شي واحد يدورك. هذا هو الزروالي الملكي. شي الزروالي اللي تتقولوا نتوما كذا وكذا، رجل مواقف وتكره الظلم والحقره. انا اخويا المداوي الا انتقدتي وزير ولا انتقدتي شي واحد راك تنتقدو باخلاق، والدستور سمح لنا في حريه التعبير. فرق كبير ما بين انتقاد المهداوي باخلاق واداب واحترام، وفرق كبير ما بين انتقاد تحفه الزمن القواد اسير اسير جيبو فوق هادي. اسف على هاد الكلام ولكن خصكم تسمعوه، لا حياء فيدي، خصكم تسمعوه كيفاش يهضر هاديك السين وكيفاش يخاطب مسؤولين الشرفاء ديال المغرب ديالنا. حنا واخا نختلفوا مع شي مسؤولين في المغرب ولكن ما تنكرهومش اخنوش، ياك بزاف الناس ينتقدوه. وانا واحد السيده اللي قالت لهم بغيت لبنتك العافيه في شعرها وتحرق نضدها، لانه بنت اخنوش راه بنتنا حتى حنايا، واخنوش حنا ما نبغيولوش الموت ولا نقولوا خصنا نضربوه خصنا نديروه، لا للتحريض ضد رئيس حكومه لانه تواود بلادنا، ولكن بغيو اخنوش يزيد بالبلاد القدام. واي رئيس جا في المغرب كما بغى يكون يهودي ولا نصراني ولا مسلم وهذا بغى يكون رئيس حكومه في المغرب وغادي يخدم الشعب المغربي نصوتوا عليه وبغيو النجاح يجي على يده. واي حزب كما كان الاحزاب ديال المغرب سي بون انت حقار وانا اللي تنعرف لك. اما الاخ المداوي مسكين درويش هذاك السيد انا اللي تنعرف لك يا النصاب يا الشفار يا القمار يا اللي مك وتجرتي بها في المواقع الاجتماعيه. خلي السيد عليك في افتقار. تقول ايه حميد المهداوي يريد انقلاب عسكري، هذا راه تهمه خطيره، وهذه عدم التبليغ بجريمه يعاقب عليها القانون، وكما انه راه تشد عليها اخ حميد المهداوي 3 سنين. وانا طبع ديالي انسان ملي تدوز واحد العقوبه تتمحى على هذاك الشيء اللي دار، يكون دار ولا ما دارش المهم دوز العقوبه ديالو. حنا تنتمنى جميع الصحافه المغربيه الحب والخير. انا تنحترم السلطه الرابعه وتنبغي لهم الخير بزاف. كملت واحد النقطه لاخويا الحامد المهداوي، انا عارف كتفرج في هذا الفيديو، انا ما بغيتكش تعاود تدافع عليا ولا تقول الزروالي اللي تقرب ليا. عافاك، اي مشكل عندي انا قد به، انا صاحب معارك وصاحب حروبات واللي تهدي حياته للوطن والدفاع للوطن والفقراء والمحتاجين الا طرقوا كل هشوك. خصكم تعرفوا المتابعين والمسؤولين والعالم شي رجل الزروالي رجليه كلها شوك، واخا تجي شي شوكه واحده اخرى ما عندهاش فين تدخل. انا ما خلاو ما قالوا فيا، ولكن الحمد لله انا تعرفني الله شكون انا، هذا يكفي. علاش الزروالي انت ما تتاكل لا دواء تتنعس مرتاح؟ علاش؟ حيت انا تنهز عيني السماء تنعرف ان الله عارف شنو في قلبي، هذاك هو اللي خصني نكون صافي معاه. ومن تكون صافي معاه ربي تيسر لك الامور ورضات الوالدين. انا تنصح اي واحد في هاد الناس
اي واحد بغى ينجح في الحياه ديالو عليه بارادات الوالدين. شوف راه الا ما كانش عندك واحد البصمه ديال الوالدين لا حياه لك، والله ما غادي تشوف الضوء الجميل في الحياه. تنصحك بغيتي تكون قوي، بغيتي تكون ناجح في الحياه الزوجيه ديالك، في الحياه العمل ديالك، في الشخصيه ديالك، مع الاصدقاء ديالك، مع الله، هو عليك برضاك الوالدين. علاش انا تنشوف شي والدين مساكن تمشيو لدار العزازات يتكرفصوا، ولي تنشوفوا امهات يتسبوا في المواقع الاجتماعيه باش بناتهم يطلعوا على الصنز، وهذا تيضرنا، تيضرنا بزاف كحنا غيوري على هذا الوطن اللي بغينا نعطيو صوره زوينه احلى بلادنا، بغينا نعطيو صوره زوينه على الملك ديالنا، على المؤسسات، ولكن حتى نتحاربوا تناكلوا العصا. خصكم تعرفوا انه اي واحد دار شكايه بالزروالي عنده مقابل مادي، واحدين في بوليزاريو في بلجيكا التحفه تيقول له ما نوضو ديرو شكايه بالزروالي واجيو عند الخاص. اذا واش انت غادي تعطي فلوس للمحامي؟ كاين الناس اللي تيعطيو كيقولك عطي للاخرين، بس الزروالي هو الحبس لانه بحالك تنمرمدهم. ونحن دائما الشعار ديالنا ان يرث الله الارض ومن عليها، عاشوا الوالدين والله الوطن الملك. خوتي العزاز نخليكم تسمعوا، سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم. سمعوا خوتي شني هداك في قدمك وساك تقال شفاك. هاد السيدة الخطأ ماشي منها، في الخطأ من القاطيع اللي متبعينها. ولما حاربنا بحال هاد النوع الزروالي حكار، الزروالي داير، الزروالي فاعل، الزروالي سير بحالك، الزروالي دير، وحنا بغينا غير بحال هاد النوع ما يبقاش عندنا في المواقع الاجتماعيه، لانه كاين اللي تيتاثروا بحال هاد النوع. مؤخرا ضحكات على النيابه العامه فاس وانه داروا واحد السيناريو بانه هما مدابزين، وخمسه ديال التقديمات اللي تيرجع الملف وتي هما تيتعانقوا وتيقولك عند وكيل الملك شي ما تيعرفش، وقدمت بهم شكايه وران صنتو لي لابيجي ديال الدرك الملكي لمدينه فاس عين بن سودة تحياتي اليوم. ومؤخرا ان ولادها شدوا واحد الناس ودكوهم عصا حتى داروا لواحد المراه عاها في صبعها. واش كاينه شي ام اللي بنتها والرضيع في السجن وولادها ونسابها في السجن وهي تتكركر؟ والله الام ما تحلالها ابتسامه ولا طعام وحتى لا كلاتهم غير باش تعيش، انه ولدها ولا بنتها في الحبس وتبتسم. هادشي كامل دارته حتى الام ديالها صورتها بين العلم ديالها وشوهاتها، ولكن حتى القران الكريم ما سلمش منها. حنا ما نسمحولكش، حنا ما نسمحولكش كمغاربه لدولة إسلامية وأول ديانة في المغرب والإسلام، واللي إحنا مغاربة كما علمنا ملكنا محمد السادس نحترم جميع الديانات. صحيح إحنا في المغرب نحترم جميع الديانات ودولة السلم والسلام، أنه كيستهزئ بالقرآن الكريم الذي نزل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تنطالب من السيد داكي المحترم ومن المسؤولين الشرفاء ومن سيد وكيل العام مدينة فاس لتنحييك يا الرجل، وكذلك سيد وكيل الملك فاس. عرفتي لما نقول سيد وكيل الملك العام ديال فاس خصكم تعرفوا شكون هو. ما تعرفش باك صاحبي ولا انت ولا انت، خصكم تسولوا على التاريخ ديال عائلته. راه جابوا الاستقلال للمغرب، رجل نيشان حقاني رباني تيعرف العمل، ولادو والله العمل. جا لفاس في جا لفاس في شويه رونها كامله، الرؤوس كاع تشفرات تيدوزهم. ولا جينا نتكلموا على سيد وكيل الملك الله يرحم من ربك، هذه خلاصه، خلوق نازه دخل عنده ما يقمعكش، البيبان ديالهم مفتوحين، محكمه فاس البيبان ديالهم مفتوحين جميع مغاربة والأخلاق والإنسجام بين الوكلاء ووكيل الملك. شوف المغرب راه صغير، تتلقى واحد واحد يقول، وخير دليل ها الناس ديال فاس في التعاليق يرحموني ولا يسبوني.
غير ديرها زوينه. نتمنى هاد السيده هادي، حنا ما بغينا لهاش الحبس، نتمنى هاد السيده هادي توقف على حدها. ايوه هي توقف على حدها، لانه هاد السيده مهما داز القران الكريم، مهما داز الوكيل الملك تضحك عليه دايرين شكايه وتتنزو عليه، وحاشا ولا باش يتنزو عليه هو عايق بهم. هاد السيده شنو تنستافدو منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم ونحكي القران الكريم. ها علاش ودابا الزروالي وفي انستغرام وخويا الزروالي؟ لا راه خصنا نديرو يد في يد باش نحاربو التفاهه. خصنا وليداتنا ملي يجيو يطلقوا التلفازه يطلقوا حاجه زوينه. دابا انت تدافع على هذا او انت؟ واش بالله عليك الا جيتي وقلتي لولدك ونوض تحفظ وسير تفرج شي حاجه زوينه يقولك وسير انت بعدا تفرج شي حاجه زوينه؟ انت اللي با تتفرج وحده تستهزا بالقران الكريم، ولا انت امي شوفي فين تتفرجي؟ ولدك ما يبقاش يحترمك، لانه ولدك عرفك بانه المستوى ديالك هو هذا، ما غاديش تجي تنصحيه انت. ولد خصو تفرج في شي واحد ولا شي وحده اللي تكون قدوه، يقولك شوف امي فاش تتفرج، ماشي تتفرج وحده تتسب امها ودات بناتها للحبس وتستهزا بالقران الكريم. والله اكيد كاينين تدخل الجمعيات، وتنتمنى النيابه العامه تدخل، وكذلك السي الحموشي. اخواتي اخواتي ندوزو للموضوع الثالث اللي هو دنيا باطبه وحميد لا دريس الشحتان. دنيا باطمه تحكمت عليها بسنه نافذه وانه دارت النقد. واش يوسف واش بغيتي للحبس؟ لا انا ما عرفتش علاش هذيك البنت تنجبدها وعيني تتغرغر بالدموع والله، لانه حنا كنا خطائين وخير الخطائين التوابين. هذيك البنت ديجا دوزت حبس، حبس النفساني، يا ريت تكون دوزت هذيك السنه وتهنات. هذيك البنت حتى راجلها اللي عطاته كل شيء مسكينه وغامرات معاه وكذب عليها انه رقاتو تيخونها، خانوها اصدقاء ديالها، خانها التعبير ديالها اللي مشات عليه للحبس، خانها بزاف الحوايج. نتمنى الرحمه على السيده، وان الله غفور رحيم، ارحم من في الارض يرحمك ما في السماء، ربيتي رحيم بالعباد ديالو ويحبو اللي تيرحم بالعباد ديالو. كذلك اخت سعيده شرف، انسانه خلوقه وانسانه الله يعمرها دار. سعيده شرف عرفتها من قريب، تلاقيتها في برشلونه في التكريم ديالي، انسانه تدير الخير في كورونا، دارت الخير. انسانه سعيده شرف تجي للحفل واحد الولد بنت متواضعه، ما عمرني شفت شي فنانه متواضعه بحال سعيده شرف. بنت الشعب، عرفتي شنو هي بنت الشعب؟ هكا تضحك معاك تقشب معاك مسكينه، عندك تعطي عندها ما ماشي ماديه، وصحراويه وتتمثل الصحراء المغربيه وفنانه في المستوى وخلوقه، كاينش تخرشيش ولا عاطي الراس واحد القيمه اللي تنتمنى يكون الصلح بينها وبين دنيا باطمه. دريش الشحتان شوف تي في، بزاف الناس اللي غالطين في هذا السيد، اقسم بالله لا اطيب خلق الله. شي دريش الشحتان واحد الرجل خلوق وقلبه كبير، وشوف شحال من واحد نقدات شوف تي في، ما تشوفوش السلبي ديال شوف تي في، راه الشعب اللي تيبغي هذاك الشيء، الشعب اللي تيبغي الفضائح وما تيمشي يتبعوا اللي تبغى الشعب. ولكن نشوفوا الايجابي ديال شوف تي في، هي مؤخرا عطات 10 شقق، عاونت ناس، شحال من واحد دارت له العمليه، شحال من واحد مسكين وصلت الصوت ديالو، مو هذيك اخت ليلى مسكينه اللي كان المحامي هودا شوف تي في وقفات معاها حتى خرجاتها، راه بنت الشعب كانت هو دار الحبس مسكينه. تنقول لكم هادشي هي اللي باين، ارى اللي ما باينش. شي دريش الشحتان والله ما حقود، والله حتى انسان انسان طيب ويستاهل كل الخير، والله الا الناس في الخفاء وقف معاهم وساعدهم وعاونهم. وهذا الشيء انا شفتو بعينيا، ناس في الخفاء مشيت نعاونهم لقيتهم بانه قالك اخ دريس الشحتان عاوننا. يا شفتي بلا شفتي بلا شحال، تنتمنى اخت
دنيا بات ما تصالح مع شوف تي في، وتصالح مع سعيدة شرف، وتصالح مع رضا كذلك، والشينوية اللي تا هو قلبه زوين. شي رضا اقسم بالله تقلبه زوين، ما تشوفش هذاك الشيء، ولكن الداخل ديالو قلبه زوين وحنين. وتنتمنى من المغاربه يكونوا الله اكبر كبيره، الله تيكبر على الحق. تنتمنى احنا مغاربه نكونوا يدا واحده، وتنتمنى من اختي دنيا باطمة الله يفرج عليك والله يحل عليك البيبان. انا بعدا شخصيا ما بغيت لكش الحبس، والله ما بغيت لك بالله. علاش ما عرفتش. نتمنى الناس اللي ضد دنيا باطمة ما يحاسبونيش، راه تبقى انسان، انا اب وعندي ثلاث بنيتات، ولكن دنيا باطمة راه دارت اخطاء وصلحات الاخطاء ديالها، وتا هي عطات الكثير للوطن والاغنيه للملك الحبيب اللي وصلت ما شاء الله مشاهد كبيره ووطنيه، وما عمرها تبدلات. هادشي علاش نحب دنيا باطمة، انا ما عمرها تبدلات على الروح الوطنيه ديالها، وعفى الله عما سلف. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخلي بلادنا في امن وامان، ويحفظ لنا ملكنا والمسؤولين الشرفاء اللي تضربوا تماره من اجل يضمنوا لنا الامن والامان في هذه البلاد. الله يحفظكم ويحفظ لكم النساء ديالكم ووليداتكم والوالدين ديالكم اذا كانوا حيين، والا كانوا ميتين الله يرحمهم ويسالهم. المسؤولين الفاشلين اللي يتنهبوا اموال الشعب وما تيديوش فلوس الناس، راه كاين الموت، الله يهديكم. وديما شعارنا الخالد ان يرث الله الارض من عليها والله الوطن الملك.